قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر قد تكرر ذكره في القرآن الكريم، ففي أول سورة البقرة قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، في أول سورة البقرة، من صفات المتقين أنهم يوقنون باليوم الآخر والآخرة. من آمن بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالله واليوم الآخر، تكرر ذلك في القرآن الكريم.